هناك تطورات معمارية معقدة جرت في منطقة الحرم الشريف قبل قدوم الإسلام، لكن 600 عام بعد قبل قدوم الإسلام لم يجري أي نشاط معماري ذات مغزى أو غير مغزى في هذه المنطقة. لقد تركت هذه المنطقة خرابا مهملا لعدة أسباب لا نستطيع أن نخوض فيها الآن، لكن حينما أتى المسلمين إلى هنا الحقيقة الواضحة التي يؤكد عليها المؤرخون والرحالة والدلائل الأثرية أن المسلمين لم يهدموا أي مبنى قائما كان في تلك المنطقة، إنما قاموا بالبناء نظرا في هذه المنطقة نظرا لارتباط ذلك تقديس هذه المكانة من قبل الله سبحانه وتعالى. فالنظريات قد تصح وقد تخطئ، ونحن لسنا هنا في موضع تعقب هذه النظريات والأفكار التي لا سند تاريخي لها، مع إيماننا بوجود تطورات سابقة، لكن هذا كان قديما فيما مضى فيما يتعلق بتاريخ مدينة القدس. من الدلائل التاريخية ليست اليهودية، من المصادر الرومانية واليونانية والأشورية والبابلية والإغريقية والمصرية القديمة، وهي تتكلم جميعها عن أورشليم وعن يروشلايم كمركز لدولة يهوذا اليهودية.